السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبتي في الله، مرحبا بكم مع أم نبراس للإبداع والديكور. مرحبا بكم في القناة. اليوم بإذن الله جبت لكم وصفة جديدة في ميدان الحنة وعالم التزيين والجمال. يعني الوصفة اليوم اللي جهدت أني نجربها ونديرها معكم هي وصفة الحنة الطيبة بدون ليسانس، بدون بنزين سيارات. يعني كما رانا عارفين حنا في الصحراء اغلب بلد جميع، يعني اغلب اللي نديرو الحنة نديروها بالبنزين باش تطلع لنا حنة مليحة. انا حبيت نجرب معاكم نظرا للطلبات اللي الناس كامل قالوا لي علاه ماذا بينا ما نديرش البنزين، هو صح مضر وكل شيء صح يخرج لك الحنة تاعك مليح. حاولت واجتهدت اني ندير لكم هذه الوصفة اللي هي بدون بنزين، وان شاء الله تطلع معاكم وان شاء الله تنجح لكم باذن الله. ويلا معنا ما نطولش عليكم ونروح نشوفوا الوصفة والمكونات. بعدها نضيفوا الشيح ونضيفوا كذلك هذه كما قلت لكم مش اسمها زريعة الشاي، شاي اخضر نضيفوهم هكذا تقريبا في هذا الماء اللي نعجنوا به. هذا تقريبا نفس الطريقة اللي درتها لكم المرة اللي فاتت، لكن هذه فيها الشاي الاخضر، الحاجة اللي زايد عليها الشاي الاخضر. نضيفوا كذلك عصير الليمونة ونزيدوا نصبوها معاهم ايضا. انا ممكن الناس اللي راهي تتساءل وتقول علاه راكي ديري قدك مكونات في الحنة وكأنه مش عارفة واشي، شوفوا الحنة العادية اللي نديروها ونخلطوها تخلاط عادي، هذيك الحنة اللي ترقدي بها من الصباح من الليل حتى الصباح باش تطلع لك حنة مليحة. اما هذه اللي راني ندير فيها وفيها مكونات وفيها جهاد وفيها خدمة، هذه يعني زوج سوايع فقط وتطلع لك اللون القرونة، يعني مش لون اسود. ماشي وحده ديرها وتقول لي اسماء راهو ما طلعليش لون اسود، لا يطلع لك لون قرونة. ومن بعد انت تحبي كي تنحيها وتخليها خلاص يضرب هذا هو، تحبي تدهني لها شويه فازلين ولا شويه زيت، ومن بعد تولي تغمق اللون تاعها يبدا يغمق اكثر واكثر، وتحبي ديريها اكثر من ساعتين كما تحبي، المهم من ساعتين وكي تنحيها تكوني عارفه باللي راهي طلعت لك باذن الله تعالى. المهم بعد ما خلطت هذه المكونات رايحه نحطهم على النار يغلو لمده ربع ساعة، ومن بعد نرجع لكم ونشوفوا. في الوقت اللي راني حاطة المكونات نتاعي تغلي على النار، رايحين نخلطوا الحنة نتاعنا. كما قلت لكم انا هنا راني راح نجرب صاشية كاملة تاع الحنة، مش كما المرة فاتت جربت لكم كوب الى ربع. هنا انا اخترت هذا النوع الحنة، انتم اختاروا اي نوع حنة عندكم اختاروه ماشي مشكل، اي نوع من هذا النوع نتاع الساشيات استخدموه. نفرغوا الحنة تاعنا، بعدها واش راح نديروا؟ نصبوا هذه الملعقة تاع الشب، هنا اللي معمرتها ياسر ديروا ملعقة صغيرة برك مش معمرة. نزيدوا ايضا نخلطوها هكذا تخلاط خفيفة، هذه نزيدوا لها هاد الربع نصف كاس من الخل شويه. نزيدوا لها زيت الشيح، هذا هو بديل ليسانس اللي خلى الحنه تاعنا، يعني الناس اللي عندها حساسيه وما تقدرش ليسانس وكذا، يعني جاتني ياسر طلبات على اني ندير لهم وصفه انها بدون بنزين سيارات وكل شيء. كما رانا عارفين صح كاين ياسر اللي ما يقدرولوش، كما قلت لكم كاين ياسر اللي ما يقدرولوش زيت الشيح. ها هو يفتحتو، يعني كان شويه صعيبه الفتح تاعها عفوا. نديرو زوج مغاطى هكذا، واحد اثنان من زيت الشيح هذا، ونغلقوها مليح راهي ريحته قويه. بعدها نزيدو تقريبا نصف كوب صغير كوب شاي، كما راكم تشوفوا الحوايج اللي راني نقص بهم من ماء الزهر. ماء الزهر ثاني عنده فعاليه كبيره في انه يخلي الحنه تاعنا تطلع، ومن بعد نبسسوهم كما وريت لكم في الفيديو السابق. هنا المره اللي فاتت بسسناهم بالليسانس والقارص، هذه المره بسسناها بزيت الشيح بماء الزهر وكذلك
واش ضفنا لها؟ ايضا ضفنا لها يا الله نسيت، ضفنا لها الشب، بسسوها مليح. دوك راح نبسسها ونرجع لكم باش ما نطولش معكم في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله، ورجعت لكم هنا. شوفوا بعد ما خليت الخليط نتاعي لمدة المدة اللي كما قلت لكم 20 دقيقة هو يغلي او تحبوا، المهم على حسب الكمية، من 10 إلى 20 دقيقة هو يغلي. هنايا شوفوا كيفاش ولا الخليط نتاعنا، شوفوا كيفاش ولا هنا الخليط نتاعنا. راني صفيت منه في كاس، خليته برد شويه، صفيت منه في كاس وراح نخلط به الحنه نتاعي ونبدا نخلط على بركه الله. راه مازال شويه سخون، صب منه هكذا، نجيب مغرف صغيره نخلط بها مادام برد شويه. المهم الناس اللي راهي تزور فينا اول مره في القناه، مدبية تفعلوا الجرس، تشتركوا في القناة، وكذلك تعلقوا وتضغطوا اللايك. من فضلكم من فضلكم اضغطوا لنا اللايك باش يوصلكم كل جديد. انا هنا يعني جبت مغرفة صغيرة، ديروا بيديكم نورمال، انا برك مانيش حابة يدي يحمروا. خلطوا مليح، بصح راني نشوف في روحي مضطرة اني نخدم بيدي هكذا. المهم هذوك بعد ما بسستو، شفتو كيما قلت لكم بسستو، خليت هذاك الخليط نتاع الماء واللي فيه المكونات كامل خليتهم يغلوا لمده 20 دقيقه. بعد ما هزت الغليه، بعد ما هزت الغليه خليته لمده 20 دقيقه على نار متوسطه. المهم بعد ما تشوفوهم الخليط نتاعكم نتاع الماء هذاك ولا احمر، راح تنحوهم وخلاص. المهم كل واحدة على حساب النسبة او الماء اللي راهي دايرتها وكمية الماء اللي راهي دايرتها. كما قلت لكم الناس اللي راهي تتساءل تقول علاه راهو قدك دايرين هاد الشيء للحنة مسكينة زايدين لها قداش المكون هنا، باش كما قلت لكم تطلع لكم في زوج سوايع وتكون اسرع للناس اللي ما عندهاش الوقت، اللي عندها بيبي صغير، اللي عندها اللي ما تحبش الحنه كما حالتي، ما تحبش انها تخليها تبات بيها. هذه حنه ساعتين يعني ديريها في مثلا تكوني قاعده في الدار وتخلطيها وكل توجديها ومن بعد تحطيها وديريها في اي وقت، يعني الناس نايضه ديريها في القيلوله في اي وقت ديريها تخرج لك باذن الله النتيجه. نشوفوا هنا، شوفوا المهم رايحين تخلطوا حتى يولي الخليط املس. انا تبالي راني مضطره اني نخدم بيدي. شوفوا هنا راني مازال راني نخلط فيها، ان شاء الله راكم تلاحظوا في الفرق. شوفوا راهي بدات تحمر لي في يديها، ما لازمش تخلو هذوك الكويرات، شوفوا كيما هاد الكويرات هادو ما لازمش تخلوهم. انا راح نبقى نخلط فيها باش ما يطولش عليكم الفيديو، نعاود نرجع لكم نخليها ملسه ونرجع لكم. ورجعت لكم احبتي، شوفوا هنا بعد ما خلطتها مليح، راني من قبيله راني نعجن فيها مليح. شوفوا السر نتاعها انك تعجنيها مليح، ما تجيش وحده تقول لي راكي طولتي في العجن وكذا وكذا. كما قلت لكم لازمها شويه خدمه باش تطلع لكم مليح. ها وراح تشوفوا، شوف راني مازلت نعجن فيها وشوفوا الفرق، راهي بدات تطلع لي. ها هاو الفرق بين يدي اللي ما مسيتش بها الحنه وبين يدي اللي مسيت بها الحنه، راهي كامل حمرت. حبيت برك نوري لكم النتيجه باش تكونوا متاكدين. وهنا هذه الوصفه راهي حصريه، يعني غير انا راني وعد بلا مكنت، انا راني جربتها للناس اللي ما تقدرش الليسانس وما تحبش الليسانس، جربت هذه الوصفه وان شاء الله تكون فعاله وتنفع الجميع. ماذا بيا كامل تجربوها وتحطوا النتائج نتاعكم في الفيديو. بعد ما كملت الخلط نتاع الحنه تاعي هنا واش راح ندير، نروح نصفي الحنه كامل اللي في يديا ونرجع لكم ونشوفوا واش رايحين الخطوه التاليه اللي راح نديروها. السلام عليكم، هنا راني غسلت يديا. شوفوا الفرق، شوف هاني هذه اليد اللي خلطت بها، باش تتاكدوا من النتيجه اللي راح تصرى من بعد. هذه مازال راني نخلط وشوفوا اليدين تاعي كيفاش، اليد نتاعي كيفاش دارت. المهم نروحوا نجمعوا الحنه نتاعنا هكذا، هذا بيكم تكون طريه شويه، ديروها طريه. نجمع الحنه تاعي هكذا، نحط هذا الاناء، بعدو نجيب ساشي تكون نظيفه ونحط فيها الحنه تاعي هكذا.
نحطها في هذا الساشي وندوبلي. ديروا زوج ثلاث ساشيات مليح وغلقوهم مليح. انا هنا راح نكتفي فقط بزوج ساشيات، شوفوا هكذا ماذا بيكم تعود طريه. تقدروا بعد ما ديروها في الساشي ديروا لها بهذه الطريقه، يعني اذا كان حسيتوا بلي الحبيبات نتاعكم مازالوا كي ديروها في الساشي ابقوا ديروا هكذا 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 كما راني ندير انا، باش من بعد تعاود ما يبقوش فيها هذوك الحبيبات. لا علينا، نكملوا هكا نغلقوا الساشي تاعنا تاع الحنه ونزيد نضيف لها ساشي واحده اخرى كما راني ندير هكذا. نغلقها في الساشي هذه هكذا. واش راح ندير لها؟ راح نجيب الكسكاس تاعي نحطها في الكسكاس، نغلق عليها مليح ونخليها تفور لمدة 20 دقيقة. نخليها تفور لمدة 20 دقيقة إلى نصف ساعة، يعني 20-25 نص ساعة ماكسيموم، ما نزيدلهاش. نخليها تفور ومن بعد كي تفور الحنة تاعي راح نحيها ونرجع لكم نشوفوا النتيجة اللي تحصلنا عليها مع هاد الحنة الطايبة اللي بدون بنزين ولا بدون ليسانس. ورجعت لكم احبتي هنا بعد ما الحنة خليتها فورت لمدة 20 دقيقة بالتمام والكمال، 20 دقيقة. هنا شوفوا كيفاش ولت، شوفوا الحنة هذه كيفاش ولت ملسة وطرية، ما تخلوهاش قاسية. اذا كان جاتكم قاسية شوية راح نوريلكم، اذا جاتكم شوية قاسية انا راح نزلها شوية برك باش نوريكم، زديلها شوية من هذا الخليط هذا وراح تغلقي الساشي تاعك هكذا وتبدا تدخليه فيها كيما هكا بهذه الطريقه. المهم تعود طريه ما تعودش قاسيه باش تطلق لكم هذاك اللون المليح تاع الحنه. نخلطها هكذا مليح بهذه الطريقه، بعدها نعاودو نروحو نديروها نغلقوها، ماشي نغلقوها، نجيبو البورتمونجي كما قلت لكم المره اللي فاتت، نحطو الحنه نتاعنا ترتاح وتطلق العصاره تاعها مليح لمده 4 إلى 6 ساعات ومن بعد نستخدموها بالصحه والهنا. بالنسبه للاستخدام تاعها تستخدميها عادي وتمشيها بهذا الماء اللي قلت لكم عليه، هذا الماء تمشوها يعني كي تديريها تمشيها بهذاك الماء. بعدها واش راح نقول لكم، هاد الحنه يعني مثلا درتي وجاتك ياسر ولا جاتك كميه كبيره ولا حاجه، واش رايحه ديري؟ رايحه تحفظي بها تغلقيها مليح وتزودي لها ساشي 2 ولا 3 ساشيات وتحطيها في المجمد في الكونجيلاتور. وقت ما احتجتيها الوقت اللي احتجتيها وحبيتي ديري بها تقدري تستخدميها عادي جدا، يعني عادي جدا تستخدميها وراح تطلع لك وما فيها حتى مشكل ان شاء الله، يعني تكونوا استفدتوا معايا. لكن انا مش راح نغلق الفيديو، مش راح نكمله حتى نخليها ترتاح لمدة 6 ساعات ونجربها معاكم على المباشر باش تشوفوا النتيجة اللي وصلنا لها مع هاد الحنة الطايبة اللي اخترعتها واللي بدون ليسانس. يعني ياسر يخافوا من ليسانس كيما الحامل والمرضعات، وياسر ناس يعني ما يحبوش يديروا ليسانس كيما انا ثاني يحرقني ليسانس ما نحبش نديره. دوك نعاود نخليها ترتاح ونخليها لمدة 6 سوايع ترتاح ونرجع ونجربها معاكم على المباشر وان شاء الله تستفادوا كامل منها. شوفوا هنا احبتي بعد ما خليتها لمدة 6 سوايع، راني خدمتها في الليل ودوكا راني الصباح بكري بعد الفجر، شوفوا راهي كيفاش عادت طرية ورطبة ما شاء الله. يعني كيما اذا حسيتوا بلي راهي ماهيش طرية ولا حاجة زيدوا لها شوية ماء من هذاك الماء اللي خلطنا به البارح قبيلة، شوفوا زيدوا لها شوية ماء وخلطوها مليح ومن بعد تقدروا تستخدموها عادي جدا. انا راح نستخدمها معكم، شوفوا كيفاش
راني درتها هكذا في يدي، هي نفسها بعد للأمانة هي نفسها، ما درت ولا حنا خلاف. المهم باش تحبوا النتيجة تظهر لكم نتيجة أحسن، ديروا نوع حنا يكون مليح، هذه نصيحة، ديروا نوع حنا يكون مليح باش تخرج لكم نتيجة مليحة. وكاين ياسر أنواع نعرفوهم تقدروا تديروهم هكذا. السلام عليكم البنات، شوفوا هاي لكم الحنة بعد ما خليتها لمدة 6 سوايع. كما وريت لكم نط صباح، انا خدمتها في الليل الحنة، نط صباح على مع صلاة الفجر، بعد ما صليت صلاة الفجر درتها وخليتها 2 سوايع، كانت صباح هكذاك من بعد مع 7. شوفوا هاي لكم النتيجة كما راكم تشوفوا امامكم. المرة الاولى يجيك لون اورانج غامق، من بعد يبدا يغمق، كل مره يغمق، وكل واحده على حساب يدها. هنا ماشي ما يجيش اي واحد يكذب عليكم، مش كيما اللي ايديها باردين ديما وكيما اللي ايديها سخونين. اللي ايديها سخونين الحنه راح تخرج لها داكنه وراح تغمق حتى تولي كحله، اما اللي يديها باردين كي حالتي راح تجيها اورانج حتى تغمق تولي قرونة. فهمنا؟ يعني هذه نقطة لازم تاخدوها بعين الاعتبار. على بها ديما يقولك ماذا بيك تغميها الحنة نتاعك، انا درتها في يدي ودرتها في صاشي باش تبدأ تعرق وتسخن. تقدري بعد ما تنحيها ديري لها شوية فازلين، ولا تحبي ديري لها شوية من زيت الشيح اللي خلطنا به الحنة المرة الاولى، هذوك ثاني يساعدوا على انه الحنة تاعك تطلع. بالنسبة لي انا هذا اللون مفضل عندي نحبه، لانه هو اللون الطبيعي للحنة، ولا نحب القرونة يكون فونسي شوي على هذا. المهم مدبية تجربوها ومدبية تحطوا لي ارائكم وتعليقاتكم، وكذلك يعني ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. المهم كما قلت لكم هذه هي الحنة الطيبة بدون ليسونس، بدون اي هاد المواد الخطيرة. ان شاء الله تجربوها وتنعتوا لي تجاربكم ان شاء الله. نتلاقاو في فيديوهات اخرى وفي تجارب اخرى. دمتم متألقين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.